أغرب ممثل في الجزائر. هذا مشاني لابوانت، هذا إبراهيم حجاج ممثل جزائري. على بالك بلي الدور تاعو في فيلم لوباطاي داتشي كان أول فرصة ليه للتمثيل، والمشكل قدم أداء خرافي اللي خلانا نعاودو نتفرجو الفيلم شحال من خطرة بلا ما نحسو بلي راه يمثل. تحس بلي هو علي لابوانت الله يرحمه.